اسمع يا احمد، هات لي ملف شركه بلبل الخليج وبسرعه. يلا يا احمد. يا جميل، يا سميح. نعم شريف. تعال لي بسرعه يا سميح. يلا يلا يبن بسرعه يا سميح. نعم شريف. اسمع يا سميح. نعم. اتصل لي بمخازننا بالشويخ ان شاء الله، وخلهم يحملون 10,000 كيس سميد ويدزونهم على شركه تشيلني وشيلك. يلا بسرعه. لحظه يا سميح. نعم شريف. اسمع يا سميح. نعم. مر لي على دربك على لجنه المرقصات ان شاء الله، وشوف لي مرقصه جلود الثعابين من على رسد، وخبرني ان شاء الله اي شركه ابوي شيلني وشيلك. يلا بسرعه ان شاء الله. صباح الخير يا فندم. يا عفت، خلصت الكتاب اللي وصيتش عليه امس ولا لا؟ كتاب ايه يا فندم؟ الكتاب اللي وصيتش عليه امس. الكتاب؟ والله نسيت. قصدك انه الكتاب؟ قصدي الكتاب اللي موجه حق شركه قرن الخرتيت للحفريات، هذا قصدي. شركه قرن الخرتيت للحفريات؟ اي ايوه دلوقتي افتكرت. دقيقه واحده يا فندم. سمعي يا عفت. نعم. طبعي لي من له 3 نسخ ضروري. حاضر. الان. حاضر. علشان هذا بدز اليوم. يلا يلا. السيد قرن الخرتيت المحترم، تحية. طيب. لحظة ابوي لحظة. نعم. انت ايش كتبت انت؟ كتبت السيد قرن الخرتيت المحترم. واكو احد بالدنيا اسمه قرن الخرتيت؟ اكو؟ احنا قاعدين نقول لك شركة قرن الخرتيت، شركة يا عفت شركة. اكو احد اسمه السيد قرن الخرتيت؟ لا يا فندم. خلصيني يلا. اسفة جدا. الو؟ اي نعم، شركة عبد الرحمن ابو طبق. مكالمة خارجية من بيروت؟ من حق اخوي؟ مازن الشريف ها؟ اي اخوي انا مازن الشريف. لو تكرمت الله يخليك حول على الخط الثاني. اي الرقم 519203. شكرا شكرا. يا عفج. نعم. هاتي لي الماستر فايل بسرعة. حاضر. الو الو بيروت. اهلين 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 خواجه بطرس، كيفها؟ وكيف حالها؟ والضيعه الضيعه كيف حال الضيعه؟ منيحين ها؟ الله يمنحها. اسمع يا بطرس يا بطرس يا بطرس يا جليل الحياة، زين؟ أنا مالي قايل لك 1000 مرة لا تتصل فيني هني بالشركة، حق الفضايح بس. رغم تليفون بيتي عندك، إيه؟ اتصل فيني بالبيت. ما علينا، الكرزات كيف هني؟ استووا ولا ما استووا؟ استووا ها؟ اسمع يا بطرس، أنا باعث لك رسالة، إيه؟ رسالة فيها كل التفاصيل. الرسالة وين؟ الرسالة بالطري جايتك. اي 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 يسلمني تمك. عرفان يا خواجة، عرفان و60 عرفان. مع السلامة مع السلامة. يا ابو خلف يا ابو خلف. لا اله الا الله، لا اله الا الله. صبحك الله بالخير يا عم. عطنا لك هوا او الشاي واخلص. هذا الشاي، جرايد اليوم وبريد اليوم، باكيت الدخان، تامر شيطاني يا عم. امر على مقفاك. انا اتزوج؟ انا ما فيني حل الزواج وما بقى عمري نيس، والله يهديك. يا ابو خلف علامك انت، أنا ولي أمرك أزوجك أنا. أنا أقول لك عطني مقفاك، يعني عطني ظهرك يا أبو خط. خلص. أشهد إنها حالتي الكثيفة والله. لو أنا حارس أسواق أبرك لي من الحالة اللي أنا فيها. كان 11 ساعة أشتري وساعة شرب شاي، والله أبرك من الحالة الكثيفة، أبرك 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 والله. أبرك.
يا سميح سميح نعم ابو شريف علامك يا سميح نايم انت ما تسمعني نعم اسمع يا سميح اتصل لي بشركة الدهيش التجارية وشوف لما رقصت التلفزيونات من على رسد وخبرني اوكي بسرعة يلا صباح الخير اهلا احمد هذا ملف شركة بلبل الخليج اللي طلبته اسمع يا احمد انا ابيك تروح مخازننا بالشويخ حاضر وتعمل لي جرد على الاسميت الموجود كله صح وابيك تخليهم يحملون 30 طن حديد حق مشروع خبراء المطافي حاضر واللي اهم من هذا وهذا كله يا احمد ايه؟ انك تخلي سيف يوقع لك على وسط الاستلام اهم شيء ان سيف يوقع لك على وسط الاستلام وهذا ضروري بس ابو شريف سيف موجود هنا بالشركه تقدر تحاكي شلون سيف موجود بالشركه تقدر تحاكي سيف موجود هنا بالشركة؟ ومن قال لي حل المشروع؟ وش قاعد يسوي هنا بالشركة أصلاً؟ والله أنا ما أدري بس شفته هني وكان ثاير ويصيح ويعابل ويقول أنا لازم أشوفه بطبر علشان أكشف له عن مسائل خطيرة بتحصل بالشركة عجيب إي والله هو يقول لك مسائل خطيرة؟ قول اسمع يا أحمد هي. إذا كان في مسائل خطيرة وتحدث بالشركة هني فمعنى هذا أن مصدرها شخص واحد بس وهو اللي يسمونه سيف اسمع يا احمد انت الان تروح تنفذ الكلام اللي قاعد اقوله لك حرف بحرف تعال هني وين رايح هداك تقول روح بعد ما خلص كلامي ما ادري كمل اسمع يا احمد انا ابيك تصير ذلال حق سيف هذا تراقب لي روحاته يياته اكله شربه حتى الهدوم اللي يلبسها لازم تجي تقول لي سيف لابس اللون الفلاني مفهوم يلا على شغلك يبا بس ابو شريف نعم اقدر اعرف ايش حق اراقب سيف عجيب اخاف بس انت المدير العام وانا ما ادري شلون زين والله عجيب اسمع يا احمد هيه. هذا شغل هذا شيء مو شغلك حاضر انت تروح تنفذ الكلام اللي اقوله بس حاضر لا تردد حاضر مع السلامه على امرك يلا يبا حاضر ما يكون خاطرك الا ضيق حاضر متروك والامين منقصه جلود التعابين رست علينا الله يبارك فيك وشوف شغلك والامين والامين نعم عمي عبد الرحمن ابو الطبر وصل وصل أقول له وصل يقول لي بوصل وصل وصل بعينك يا جليل الحياة حقيقة انك شايب وعايب أستي على وجهك يا جماعة يا جماعة الهمة الشغل العم وصل أهلا عمي أهلا 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 يا هلا يا هلا عمي يا هلا تفضل يا هلا تفضل أهلا صباحك الله بالخير يا عم صباحك الله بالخير بخلف عطى قهوة أنا يا عم أنا بوكت بوكك أنا علامك يا أبو خلف أنت علامك أنت يا أبو خلف العم يقول لك عطني قهوة عطني قهوة 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله اني افتكرت ان البوك ما بيوق في المكتب لا يبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم روح هات قهوة روح أعوذ بالله روح يبا قهوة روح والله ابتلشنا فيها الاصمخ يا مازن والله يا عمنا انا خايف هذا يوقف قلبه عليه اثنات يوم هني ونبتلش فيه حنا ما علينا يا عمي مبروك يا عمي الف مبروك عليه مبروك يا مازن يا عمي على منغصة جلد الثعابين ايش فيها؟ هرست علينا ادري زين من اول البارح قايلين لي الو نعم هلا هلا سيف هلا سيف انت موجود هني بشركة؟ ايه ايه مهم وخطير ايه انا الحين مشغول بعد شوي تعال ايه بعد شوي بعد شوي قواك الله شكرا اقول عمي نعم عسى ان شاء الله بالك مرتاح واقدر اكلمك خير ان شاء الله ايش عندك يا مازن يا عمي انا بكلمك في موضوع سيف هذا بالذات ايش في بعد سيف يا عمي سيف هالايام قاعد يتصرف عندنا هني بالشركه تصرفات غريبه شلون يا عمي الكل يعرف طيبتك وانسانيتك بس ترى يا عمي كل شيء لحدود الزبدة يا مازن الزبدة الزبدة يا عمي انك انت لما شغلت سيف هني بالشركة ان كان سيف اليوم ميت من اليوم يا عمي سيف هذا انسان تافه ودعاية سيئة حق الشركة بعد يا معود انت نسيت اني ما شغلت الا علشان امه نسيت امه يوم تجين هني تبجبج عشان اشغله لا والله يا عمي ما نسيت وبعدين انا اللي قاعد اشوفه يا مازن ان سيف قاعد يقوم بشغله على خير وجه سلمناه سكر خبراء المطافي
وانا ما اروح المشروع الا القى احنا. وعلى العموم هي كلها كم يوم وبينتهي المشروع وبنعرف مدى اخلاصها لنا. بس يا عمي الله يهداك، سيف هذا قاعد يخلي المشروع وكل يوم منقع عندنا هني بالشركه، واللي ألعن من هذا يا عمي ان حتى شغلنا حنا قام يتدخل فيه. وانت يا عمي مثلك عارف ان احنا ناس نشتغل على البركه ولا عندنا شيء اسمه خافي. وهذا يا عمي مره اشوف بالفايلات ومره بالسجن ومره بالارشيف ومره ما ادري وين. وصدق امس يا عمي امس انا شايف بعيوني سنتين هذه قاعد ابطل ادراج مكتبي. والصراحه يا عمي ان الانسان هذا انا ابتديت اخاف منه. على العموم يا نازل خلى علي انا اشوفه ان شاء الله ما يصير له خير. يا عمي الله هداك انت ما تعلمني بس يا معود قلت لك اشوفه خلاص اشوفه. روح شوف موظفينك روح بارك الله فيك روح على امرك وحثهم على شغلهم روح على امرك يا عمي روح يا كل واحد يشتكي على الثاني وكل واحد. اقول عمي خير والله اني نسيت ايش عندك بعد. انا اقول لك موضوع ورحت حق موضوع ثاني. ايه؟ انا اسالك عن حفله البارح. ايه؟ ان شاء الله عجبتك يا عمي. لا لا خوش حفله الله يقويك. زين يعني احسبها فيها تيوس المشويه شغل عادل يعني نعيدها ان شاء الله. اي نبي مثل اسبوع على خير ان شاء الله. يومك الله. اهلا صباح الخير. صباح الخير عفت. احد سال عني يا عفت؟ ايوه. شلونك يا ابو خلف؟ لا والله يا عم اليوم ما وايهته. ايه يا عفت؟ اقول لك؟ اتصل فيك النهارده ابو مرزوق وبيقول حمار الكت يشيل ولا يكتب. حمار الجت الله يقطع شرك، حمار الجت يشيل ولا يكتب. ايه. واتصل فيك مدير شركة كل وكل وبيقول لك اتلو وكل. ايه اذا طاح الجمل كسرت سكاكينه. وبعدين اتصل فيك العم ابو حمد وبيقول الروس نامت والعصاعص قامت. واتصلت فيك المدام من الشاليه وبتقول السيد حلالي. السيد حلالي الله يقطعك. ايه كان اكو شيء بيلحق عليها هالحداق هذا. ايوه اكو شيء ثاني بعد؟ لا سلامتك بس في رساله خصوصيه علشانك. تحب افتحها واقراها؟ وبقى شيء ما يلا 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 اقريها اقريها يا اخي. عوعو ابو طبوري. تحياتي واشواقي. نور عيني حبيبي. من بعد الاشواق لازلت اتذكر تلك اللحظات الرومانسيه التي قضيناها معا. تلك اللحظات التي كنت العب باطراف اناملي بخصولات شعرك الاشقر. ايه صح هي كنت صابغه. ايه صح. وكنت اتمتع بالنظر الى عينيك الزرقاوتين. اقرا إيه إيه؟ مركب عدساتنا كنت مضبوط. يا ابو تبوري لو تعلم كم قاسيت بعد سفرك. لقد حرمتني من ابتسامتك الجميله وكهكهاتك الحلوه والتي تطل علي من خلالهما اسنانك حبات اللولي. اكمل. بطبطب استلمت رسالتك الاخيره وكم كان سروري بها عظيم وخاصه بعد ان وقعت عيني على الشيك الذي على الشيك الذي بلا خيل ولا يا مو هذا الرباط. طرطوري. ايه تقول طرطوري؟ آه. يقول انا طرطورها. هي ما قصرت. ايه بتدلعك. حبيبي انت تعلم ان مكان عملي يبعد مسافه طويله عن البيت فارجو ان تلبي طلبي هذا. بعد هاي شنو؟ هذه قفله. اريد ان ترسل لي سياره بس. حبيبتي معروفه معروفه. طب مين هذه؟ مرفت. لا عيال جنيه. بذمتك مي موزة؟ من هالملعونة هاي؟ حبيبتك سوسو. وسوسوي صح سوسوي. هو نسيتها أنا سوسو. فعلا هذا خطها فعلا. يلا بقى على شغلك. يلا بارك الله فيك. يلا ما يزون عن خرابيطهم. عيناك الزرقاوتين وشعرك الأصفر. يا أبو خلف أبو خلف شو الصيحة شو الصيحة؟ لا حول الله. عمي سيف تهاوش مع ابو الامين وطقه. سيف طق. ايه خليهم خليهم. وين في احنا وين في؟ ايش هالصيحة؟ عمي دخيلك يا عمي انا بقولك. عمي دخيلك يعني. شو صار دخيلك؟ شو القصة؟ عضني يا عمي. من اللي عضك؟ سيف عضني. احنا بروضة ولا بشركة؟ ما ادري يا عمي عضني. المهم مو هذا يا عمي. العضة بسيطة. بس اللي هم من هذا يا عمي ايه؟ ان في اوراق انباقت مكتبي. أوراق تخصني يا عمي.
من تتهم؟ ما تتهم إلا شخص واحد. اللي هو؟ اللي هو سيف. سيف ضرب الزلك هو اللي بيقى وراك يعني. يكون سيف يا عمي سيف. اي نعم سيف ضرب الزلك هو اللي بيفضحك. سيف ضرب الزلك هو اللي بيفضحك، هو اللي بيسجنك، هو اللي بيقول الاولي والتالي حق عمك. انا اقول انت لازم تحترم نفسك وتعطيني الراجل اللي اخذته مكتبي. ايدك ايدك عن الملف لا قطع ايدينك ايدك. انت تقطع ايديني انا؟ ايه انا بشوف انت ايش في تقطع ايديني. اقطع ايدينك باسمي ايش خالته مو سيف؟ سيف انت باي حق تمد ايدك على مكتبي وتاخذ الاوراق هذه مني باي حق؟ لا تمد ايدك. عمي اسمع يا عمي شوف لك طريقه مع هذا. اقعد لا تمد ايدك يا عمي. شوف يا انا بالشركه يا سيف شوف لك مازن غير دور لك واحد ثاني غير. تعال يا مازن. نعم عمي. انت جاي تهاوشون عندي ولا جاي تفاهم؟ يا عمي سيله استريح هدا اعصابك. شاي قهوه؟ اشرب يا عمي قهوه ساده. قهوه ساده. قهوه لا تحط فيها شكر تصير ساده، حط فيها شويه شكر تصير على الريحه عصملي مثل وجهك. احترم نفسك. خلع. احترم نفسك. خلع. انت المدير ولا هو المدير؟ لا هو المدير. انت تشتغل عنده ولا هو يشتغل عندك؟ لا انا اشتغل. ليش ما تسمع كلامي؟ ليش ما تلفظ اوامري؟ انت متى بتصير ادمي؟ يا عمي عمي انت نسيت المثل اللي يقول إذا أكرمت الكريم ملكته وإذا أكرمت اللئيم تمرده. وهذا شخصيا لئيم ومتمرد في الأسلوب. أنت متى بتصير آدمي؟ فهمني يا سيد فهمني بس فهمني اقنعني. عمي والله العظيم يا عمي هذا عمره ما رح يصير آدمي يا عمي. الأعمال اللي قاعد بيعملها حتى المراهقين ما يسوون مثله. الكلام اللي كاتبه على الحمام بالحمامات اللي كاتبه على الطوف بالبيبان شيء خجل يا عمي، شيء ما ينقال، شيء ما ينوصف. وراسك يا عمي تقوم معاي. وين اقوم معاك؟ الحمامات. استح ايش قالوا عن عمك؟ والله عمك زهاوي. قنيت انتهيت يا عمي علشان تشوف بعيونك. ويا ليت الحمامات سمعت منك. يا ليت يا عمي قام يرسم رسوم خلاعيه في وسط رصاصه. أسانسير الشركة؟ أسانسير الشركة وخلعي إيه؟ مراهق ما عليك منا يبا؟ الناس تكبر وانت صغر. أفع عليك أنت ليش ما تعقل أنت؟ أنت ليش ما تصير آدمي؟ تبي فنش ترى اليوم تفنش. أنت نسيت يوم تجيني هني أمك تبيت فش عشان شغلك. تقعد كلمة والثانية كلمة والثانية تعيرني بأمي. إيش أنا لك عن أمي بالله. إيش فيها أمي؟ أمي حسينة دندل ودلو. أمي مو أحسن من هذا وأمثالك. احترم نفسك يا ابو عاد. احترم نفسك. احترم نفسك. احترم نفسك. سمعت عمي ايش يقول؟ امه احسن مني انا واطفالي. يا عمي هذه هذا مو لي انا لا هذه هذا حق الشركه. عمي تسمح توكله تبن وتخليني اقول لك كلمتين بس؟ احترم نفسك احسن لك. لا يا عمي هو مفنش اليوم مفنش ماشي استريح بالله خذ بالك عندك. على امرك يا عمي ان شاء الله ان شاء الله. تفضل يا سيد سيف. اوه قعدوا اوه. عمي انا احب اقول لك اني انا ما انسى خدمتك ومساعدتك لي ابدا. وانا ريال مخلص وماشي شغل عدل معاك. وبقدم لك هالملف وبكشف لك مازن لمين اللي سلمته الاولي والتالي وحطيته مدير عام عندنا بالشركه. عمي انا بسالك وتجاوبني واللي يرحم والديك بس. تفضل. اسئله واجوبه منك بس. تفضل. بطاريات النسر الاحمر من وكيلها بالكويت؟ من وكيلها البطاريات هذه انا وكيلها بالكويت وبالشرق الاوسط. احسنت. منتجات شركة هبل بابل للأدوات المنزلية من وكيلها؟ سؤال عاد سؤال. هبل بابل أكو أحد لي لا أنا وكيلها؟ أنا سابك ما تعديك بعد رد عليه. هو أنت تعرف هذا بعد سيد ممنوع. طيب القواري ماركة الدب الأزرق اللي فيه شبه منه هو هذا من وكيلهم؟ يبا أنا وكيلهم بالكويت من 20 سنة معروف. خلص لك. تبي تقول سيف؟ اللي بقول إن كل هالوكالات اللي أنت مشكك علاماتها على مخازنك وعلى سياراتك وعبد الرحمن وطبر المدير العام كلها شنو يعني؟ يعني بالله شنو يعني؟ ما
وضح ايش قصدك؟ يعني سكر الخير. يعني بوش، يعني خرطي. انت بطولك وعرضك وعبد الرحمن وطبر تشتغل صبي عند هذا وانت ما تدري. انا اشتغل صبي عند هذا؟ اي نعم. يخسي هذا واهلك. انا لا يا عمي اصع عليك. طبعا انا خسي يا عمي. انا خسي وخسي وخسي وستين خسي بعد. هذا خير عينك الابوين الاسود. خير عليك. انا بسالك الحين، انا بكشفك قدام عمك. انا بسالك عن المكتب اللي شارع الحمرة ببيروت، اللي بالدور السابع لشركة كرز الشرق العالمية، اللي صاحبها الخواجة بطرس وشريكة. بطرس عرفنا شريكة منهم. وانا ايش مدري انه شريكة. شفت شلون؟ يا عمي في 60,000 شركة بيروت. يعني يا عمي المفروض اعرف منه اشركائه مانة. يا عمي شوف، يا اما تكني من الريال هذا ولا ترانو يلم تحت الله هني. سيف لا تقعد تلف وتدور. الرموز هذه ما نبي. وضح لي. شو اوضح لك؟ الوكالات اللي عندك هذه كلها الوكالة الرسمية عند شركة كرز الشرق العالمية. وانا شو شغلي هني؟ انت طرثوث الخليج. ها اي نعم. كلهم؟ اي هم الكرز ولا هم الكرز وانت طرثوث. شعرك طويل طرثوث. بلباقة بخطة بذكة والسبة ها 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 الملعون ها ها الدشاشة اللي وراك. راسل لك كل الشركات العالمية وحول الوكالات كلها بيروت وانت صرت الوكيل الفرعي عندنا هني. هذا غير المناقصات والشغلات الثانية اللي انا ما ادري فيها. ملعون. سيف كلامك خطير، عندك اثبات عليه؟ اي نعم، انا اقدم لك هالملف وتعرف كل شيء. كل شيء تعرف عنها. مازن الامين اللي حاطه مدير عام عندنا، والشريف الطيب الممتاز الشغور. شغله مو لله الملعون. اقعد اقعد سيف. اقعد بعينك. اقعد شنو هالقعد؟ سيف اقعد نباطه. على بالك ما تعور؟ بيت النازل اخليك عور تمشي على كترتي. لعون. عيب سيف عيب. علموكم ها؟ ها؟ اي اقرا. لا وتحكى لبناني اهلين. عيب سيف عيب 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 سيف عيب. كرز الشرق ها؟ ومن كثر ما يحب الكرز عمي طاح خدوده شلون حمر صار. لا تمد ايدك. لا 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 تمد ايدك. اذبحك. اقرا. ها؟ اي اقرا اقرا. ها؟ تسمع بهالجرائم اللي تصير بالديره بتسوي مثلهم. انا احرقك انا. سيف عيب. اذبحك انا. سيف مستعجل على رزقك ها؟ تستغني بين يوم وليله. وخلص وخلص. ملعون. لا اله الا الله. اشهد ان محمد رسول الله. قطعه صلاه. يبه الشرطي اللي براس العالي. الشرطي يبه. شو بسرعه سرعه. سيف. نعم. الام يامر على قده. لا 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 العامر يامل على العربانه اللي واقفه هني ورا. روح يبا يا بشرطي شرطي شرطي شرطي. يلا ابو يلا. لا حول الله. وين التقاعد عن هذا ومثالك؟ ملعون. مازن الشريف. ابو الشريف اسمح. ابو الشريف اهلين ها؟ اهلين خواجه بطرس. على باله ما ادري عنه وعن سوالف الملعون. قنعت الحين؟ طلع الريال سوت فيه؟ الريال اللي خادمك؟ طلع. ابتهر لا وصار اثول بعد. لان انت الريال الله لا يبارك فيك. اي عمي يا عمي هيا جني للحياة. عمي رداك رزيتك وسويتك ريال وهذا النتيجة. كلام اشوفه ياخذ بالعار. وكل يوم يشتكي عليك. سيف هذا يبي سيف يقص رقبته. سيف يقول سيف حرامي. عميان إيه؟ تيش يقول حق صاحبه اللبناني؟ يقول سيف هذا بده طخ. عيب سيف عيب. عيب سيف عيب. عيب 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 بس ساكت. بس اقتبن 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 بس اقتبن. هذا ما نعل منقع القرشي. ايه عمي الطرش عند الباب. الشرطي يا الاسود. ليش عمي موجود موجود. صبحك الله بالخير.
الطرف ذاك ياخذه قدام المخفر. ان شاء الله يا حجي، بس ممكن تفهمني بشو القصه؟ القصه تزوير بتزوير، ريالي بيستارفني وانا حي. اخذه وانا اي ضابط بطعامه يا حسن. يا حسن انت بتسمع مهدوم ولا تلف لا لاصق ملعب شب اخذه يا حضره الشرطي. اقول اخذه وترسو ماي بالمخفر حق الشرطه. ترى انت هدي حصان، هدي حصان، هدي حصان بس. ان شاء الله ان شاء الله. سيف؟ نعم. على العموم انا ماشي يا سيف. ايه؟ انا رايح. ايه؟ صاير لي مخلص غصب عليك، مخلي اهلك كل مخلص وماشي. ايه؟ لكن وين تروح؟ ايه؟ الايام بيننا. شوف شلون يلا برا برا يلا برا يلا برا يلا كلكم يلا كلكم كلكم برا يلا يلا كلكم يلا المعزب حمقان يلا يلا بكلم على شغله. تعال وين رايح؟ وين رايح؟ لا انت حمقان تعال لا 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 اقعد ابيك. لا 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 برا التي تعال اقعد انت برد اول اقعد صريح اقعد استريح. حرام جمباز يا حرف الله. تعرف الناس اصلا عيون عيون حرام مبققه ذو طاقه، عيون مدوره كنم ليتات جيب الله يهداك. مبروك مبروك يا سيف. الله يبارك فيك. قالوا لك عمي والله عاد ما طلع الا طلعه الروح. والله والله مت وانا انطر 10 سنين وانا انطر يا الله طلع هالبيت هذا. اي والله. واللي نفعني دايما هو اللي نفعني دعوات الوالد الله يرحمه ويغمد روحه لينا. اي والله يا الله يا سيف يا الله ان الله يرزقك ببيت من بيوت الحكومه اللي بالرقه وعلى شارعي. وفعلا طلع البيت بالرقه على شارعين، هالصوب يمي خباز وصوب الثاني واحد يبيع باجله، شغل عدل. الصبح مات واطلع راسي اشتري قرص خبوز واقمس منين؟ والله الحمد لله. ايش عنا قاعد تحكي؟ عن بيت الحكومه اللي طلع لي. قلت له قالوا كلنا بقلبه شقليله. اي بيت حكومه؟ انت مال بيت حكومه يا سيد؟ ها؟ انت اليوم قصر شوي عليك قصر. قصر؟ اي. لا قصر شي نظفه شي فرشه. لا يا سيف لا لا هذا زين لا انت ريال انقذتني نبهتني الله يطول عمرك. انا عشان كذي اقول لك تمنى يا سيف. والله ما دام البيت طالع نبي منك 4 بنكات ومطارح حق ديواني. هذا كل طلب. تمنى عدل يا سيف. اتمنى ان الله يطول بعمرك ويخليك لنا ذخر. تمنى يا سيف. اتمنى لك الصحه والعافيه عمي وبس. اتمنى يا سيف. اتمنى حصانك الاكشر وسيفك الاكشر. يا سيف انت انقذت حلالي، لذلك اقول لك تدلل اطلب امن تمنى. عمي انا لي طلب واحد وارجوك انك توافق عليه. بس انا موافق عليه مقدم. عندك ورقه بيضة؟ تستحي طول عمرك تستحي. ايش اسوي؟ حياوي ماكو فايده حياوي. تفضل يا سيف. نعم. هاي ورقة بيضة. اي. ولا يردك الا قلبك. اي. اكتب كل طلباتك. هذه بيضة عمي؟ نعم. ما عندك ابيض منها؟ اه. لا زينة. اللي بقوله يا عمي بقول حضرة العم السيد الفاضل العم عبد الرحمن مطمر المحترم. بعد التحية. أتقدم بكتابي هذا لسيادتكم راجيا الموافقة على طلبي هذا. سيدي. لقد مضى على عملي في شركتكم القراء قرابة العامين. كنت خلالهما مثال الموظف المخلص، وفي كالكلب، صبور كالحمار، وديع كالهر، حية الرقطة على الأعداء، عقرب الرمل مع الخبثاء، وحيث أنني أديت الأمانة على خير وجه، لذا أرى أن ساعة الرحيل قد حانت. سيدي، إنني أعتزم السفر للعمل في أبو ظبي، فأرجو من سيادتكم التكرم بالموافقة على طلبي وشكرا. التوقيع سيف محمد درب الزلج. تفضل. شنو؟ وقع هالورقة وبعدين أنا أحط الحكي اللي قلته كله مرة واحدة. يلا. أين لك عندي خبر يا سيف. شنو عمي؟ يا أبو خلف. ولا أبو خلف. حاضر يا عم حاضر. جيب لي كل رؤساء الأقسام هني بسرعة. ولا نوضح له ترى حيروح يجيب لك نساسيك. يسويها. مسؤولين اللي داخل اللي داخل. عبد المطلب. عبد المطلب. عفت. يا احمد يا عفت. يا احمد يا عفت. يا سمير.
سميح يا جميل يا احمد يا عفت سميح يا جميل يا احمد يا عفت صبر 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 قولي طالبكم موظفي الاعزاء انه في هذا اليوم الاقل وفي هذه الساعه المباركه اعلنها وعلى رؤوس الاشهاد واشهد الله العلي القدير بسم الله وباسم الحق وباسمي أعين مديراً جديداً لشركة عبد الرحمن عبد الهادي كليبدة وإبراهيم بوطبر عبر البحار والمحيطات المتجمدة أعين مديراً جديداً السيد سيف درب الزرق محمد. ربنا لك الحمد. أعينه بدلاً من اللص الحرامي مازن الأمين أعينه اعتباراً من هذه الساعة أعينه وعليكم جميعاً السمع والطاعة التوقيع آنه مبروك يا سيف الله يطول لي عمرك أهلا وسهلا مبروك ألف مبروك أهلا وسهلا شو نسوي ما بغينا نصير مدير مبروك سيف أهلا وسهلا الله يطول لي عمرك عظم الله أجرك يا عم عظم الله أجرك يا عم عظم الله أجرك إخواني حضرات السادة الموظفون تحية وبعد أتقدم ولا أتقدم أتقدم بشكري العميق الجزيل للعم عبد الرحمن بطور على هذه الثقة الكبيرة وأرجو جميعاً أن نكون في خدمة هذا الرجل لأن خدمة هذا الرجل خدمة الجميع خدمة هذا الرجل خدمتها بس كافي وضح القصد وضح القصد يلا بي كل واحد على شغلة حث موظفينكم على العمل وأي شعار الشركة نصب عيونكم دائماً التعاون المثمر البناء هو شعاركم شنو؟ شعاركم شنو؟ شنو؟ عرفتوه؟ التعاون المثمر البناء حفظوه يلا 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 موظفينكم كل واحد على شغله شوف شغله يلا بوي يلا يلا بوي يلا سيف يلا يلا سيف على مكتبك انت على مكتبك لا عمي انا بداوم اليوم وقافي اخر ها بعدين قاعد على كيفك تعال عمي انا مستلم الاشراف على سكن خبراء المطاف اللي بشويخ ايه؟ شلون اداوم هني وهناك ولا بس اتصل لا 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 انت تداوم هني بالمكتب الرئيسي واتصل فيه من اليوم وطالع هذا مكتبك اي حاضر وزهبي لي ملف مازن حط لي كل اوراقه فيه حث موظفينك على العمل لا بحثهم انا بروح المخفر بشوف هالمجرم بعد يخلص اوراقه ان شاء الله بحثهم عدل بحثهم وما طاعوني بحشهم على راسي موظفينك وتحر فيه يلا ويلا يلا كلنا على شغله مدير جديد واكشر يلا ابو يلا مدير وكشر على وزن جميل واسمر يلا كلنا على شغله عفج نعم اول شيء نادي لي ابو خلف يلا يا ابو خلف ابو خلف ابو خلف ابو خلف يا ابو خلف مو ابو خلف ابو خلف ابو خلف بس يا ابو خلف ابو خلف كلام المدير لا اله الا الله ابو خلف اسمع الشاي والقهوه والماي منع بات الموظفين موظف يشرب ماي ممنوع عندي ما ابي شيء ابي شغل ابي انتاج ابي كرف عرفت شلون وروح يجيب لي الحين انا واحد سحلب بيقول لك هات له سحلب منين ثعلب بالمكاتب اشهد ان مدير جديد وقشيم معي عفت نعم خصمي علي 90 يوم 90 يوم خصم ابي علي حرام مسكين خصمي علي مو شغلك انا المدير ما تعرفش اصله اطرش اطرش ولا محمد زويد مو شغلك خصمي علي ما عندي انا بعبرد ما عندي انا انتاج بس كلمه والثانيه يضحك علينا عفت نعم ملفي رقم 111 في 4 اندارات علي من مديرنا الاول الله لا يبارك فيه وخصم 9 ايام ردي الخصم على شغله والاندارات حطيهم كتب شكر لي ليك انت اي مو انا المدير خل اعد الملفي على الاقل يلا تبي شيء علاوه شيء يا ريت والله يا ريت شمع يا علاوة زين عندنا علاوتين اخذي واحدة لكش والثانية اعطي امك ها يلا
بس نبي شغل، نبي شغل، نبي انتاج. العلاوات كود ببيتي عندي، مالي شغل بديوان الموظفين مولي. ديواني مني وفيني وقاعد. يلا يلا. شنو هذا؟ حبيبي روح عيني عيونك الخضر. وطبر عيونه خضر؟ لا ويمكن مصدق بعد الاثول هذا. قومي تعال تعال. ردي على صاحبة المكتوب وقولي لها احنا نبي شركة وحب وكلام فاضي وغرام ما يمشي عندي انا. يلا. الو نعم. شركة عبد الرحمن بطبر. سيف درب الزلق يتكلم. اي نعم المدير العام. من 5 دقائق صرت مدير ما ادري. متى يشيلوني ما ادري والله ما ادري. شي بيد الله. من يتكلم؟ يا هلا عمتي قوة. انا اسف جدا ترى ما عرفتك. لا لا حاضر. لا عمي بطبر راح المخبر. لا لا ماكو شيء يخوف لا ايش دعوه. مو خبرك مناقصة المخابر هذه رست علينا وراح ودى لهم نموذج مخفر صغير يراويهم اذا زين ولا لا. انت وينك في؟ اوه جليعه؟ بالشاليه ها؟ صيحه عندك شو؟ عزيمه؟ اي هذه العاده. طلبات الشني حاضرين؟ تحت امرك؟ يلا ابوي يلا 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 عمتك هذه صاحب مر صاحب بالشركه اي اي طلباتها يلا ذهبي الاوراق اي نعم ايش تبيني باي؟ صينيتين كنافه خشنه ولا ناعمه؟ ناعمه اي احسن حق الزراب مره واحده 10 كيلوات بشنو؟ بيتي فور؟ بيتي فور شنو؟ بسكويت يعني ايش دعوه عرفت الحين بيتي فور عشان بسكويت شنو؟ يعني بسكوت بسكوت ايش حق تزيدينها ويت بعد غيره كيلوين حنا حمراء حنا حمراء كيلوين كرتون شنو كرتون جناجف اوه امطبر الاصليه ها على اسم العائله عمتي حاضر على امرك كتبي عندك كرتون قناقف يعني ايه ورق كوتشينه كوتشينه ورق كده. ايه غيره؟ هو يمر يبها وياه؟ شو اسمها هذه؟ مدام كارولين؟ ايوه 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 دي بتاعت الكوافير مالت الكوافير؟ ايه لا عرفتها ايش دعوة ها؟ ايه مو مالت الكوافير؟ ايه حاضر يعني هو يجيبها وياي حاضر على امك غيره؟ ان شاء الله على امك حياك الله يا هلا امان الله يلا يبا يلا بس اي بعد بسكوت كنافه جناجل حريم شليها والله يبا كفر والله يبا كفر والله يبا النعمه زواله والله انا خايف يصير فينا مثل ما صار بقوم لوط والله والله يبا خايف ان تسقي علينا الماية ولا كلنا ماكو مفنقشين قرب والله يبا كفر كفر وانت لسه شفت حاجة يا سيف اصلك انت لسه جديد وما تعرفش الست دي لو ركبت دماغها لو طلبت لبن العصفور يجيبه لها فسوا بس يا واد انت هو نعم نعم ايه واد دي من فضلك شوفي عاد أنا المدير وأنا المسؤول هنا وبس وأرجوك أحب أبين لك وأوضح لك أكثر بلاش بحداء وبلاش تبذير بقى وحاجات كده يعني يلا يلا إيه البعزاء والتبذير اللي أنت بتقوله ده أنا مش فاهمة حاجة منه والله بحداء ما بقى هذا حكيكم مش دراني عنه حكيكم وغلط بعيد عسى شوفه يوزي عساهم ما يشوفون المدير يديد يتعين إلا ضبوا عليه خنشوف شغلنا خنشوف اللي لنا اللي علينا خنشوف معاشنا كم طبعا يا سيدي عندك حق تعمل اكتر من كده مره واحده مدير ده ولا تلاقيه في سمر كل شيء اللي طار الام ارجوك مره ثانيه اذا ذكرتي اسم امي ترى قص لسانك قص الله اي نعم انت زعلت يا سيف ولا ايه؟ طبعا ازعل لا تتحرشين فيني ولا تجيبين طاري اهلي انا ريال احب ابين لك ان شغلي جد بجد سيده ما عندي لف ودوران
تعال أبين لك أكثر وأوضح لك أكثر. ترى إذا ذي هذا أنا مو شغلي. مش شغلك يعني؟ يعني ما أحب السؤال في البطالية مالتك. طيب ممكن تقولي ما بتحبي إيه؟ وايد شغلات زينة أحبها. أحب الصدق، أحب الجد، أحب الوفاء، أحب ما أحب شغلات كثيرة، وايد شغلات أحبها. أحب ركن الأطفال، أحب أحب وايد شغلات زينة أحبها. بس هالشغلات الزينة هذه بس هاد. ما ده كل اللي بتحبه؟ كل اللي أحبه هذا اللي ذكرته، غيره ما أحب شيء. أمال فاضل إيه ما بتحبه؟ وايد شغلات ما أحبها. ما أحب النفاق، ما أحب الكذب، ما أحب اللف والدوران، ما أحب التحرش، ما أحب شنو بعد؟ ما أحب الملوخية بالأنارب. ملوخية بالأنارب أنا ما أحبها، مولية. مع العلم إني أحب الأنارب، لكن الملوخية شيء خضر يتمقط كذي، لا ما أحب المغازل بالتلفونات، ما أحب البنات المايعة، ما أحبها. يا دمك كتك كبة. شنو؟ كبة. أنا كبة يا التكة. أنا تكة. شوفي أحسن لك تشوفي شغلك وأبرك لك ساعة. لا أنت سويتها وأنت صار ما تعرفيش لسه بقى. ولا بيعرفك ولا لي شغل معاك. لا يا سيف لا أخليك معايا حنين المرة أحسن تندم. أنت لتشوفي شغلك أحسن لك. وأنا بقول لك حتندم. شوفي شغلك أبرك لك. طب وإذا ما شفتش يعني حتعمل لي إيه؟ أجيب تحدي؟ أركض مش الباب، أفنشك، أخصم عليك. ما تخلاش اللي يفصلني يا سيف. لا على روحي أنت مفصولة مخصوم منك شهر. بقول لك ما تخلاش اللي يفصلني وتيتي موجود. منو؟ تيتي. طيطيت. يوزي 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 من الحش البطال هذا. يوزي عقلك عقلك عقلك. انت ما تعرفش مين تيتي؟ طيطش منو هذا؟ طبر؟ آه. وطبر طيطيج. والله أن طاح من عيني هالريال مرة واحدة. أنا خلي بطبر هو اللي يفصلك. كده. أي نعم. طيب يا سيف يا درب الزهلك. أنت سيف وأنا عفة ما نشوف بقى مين كده الحي. تشوفي. أنت اللي حتشوف. أنت على بالك هالحش هذا يمشي علي. أنت اللي حتشوف. لا يبى بطلنا من السؤال في البطالية هذه. لا يبى. وراني شغل وراني شغل. ألو نعم. درب الزلق يتكلم. أهلا عمي. بعدك في المخبر؟ يا حي الله عمي طيطي. إيه ملف مازن موجود عندنا عند عفة. تبي تكلمها؟ إيه لحظة حاضر. تعالي كلمي عمك يلا. يلا سرعة. ألو. أيوة. لا. ملف مازن لسه ما طبعتهوش. لا لا ما فيش حاجة بس المدير الجديد زودها شوية. Yeah.
الكوارع؟ اه ومنزل كوارعكم عاد. كوارع كل عظم هالمثل. الو عمي. عمي ما عاد انت ما انت لا تعصب عمي. انت خلنا انا خلاص انا ما... لا لا تحق لا تحمق بهذا. خلني يقول لي انا خلنا اخدم. طيب ابا يسفهم اي طيب خل... طيب ولك طب يهدم مين طبعا طبعا انا معاك انا معاك بس هو انا طب اي ولا ب... اي مو اي بقى اي طب اي خلنا بقى الو سد الخط الله لا يبارك ما خلانا نقول كلمه عدنا حشينا صار برقيه بادتك حكتك هم مشكلتنا مرة ثالث شركة بفنشونا منها وسبها الحريم لكن هالمرة مالي طلع من هالشركة لو أموت مدير بعد أكثر من مدير شصي الحقيقة يا عفت أنا ترى آسف جدا لأن أنا الحقيقة ما عرفت أنك أنت عزيزة وغالية ولك مكانة كبيرة عند عمي بطبر الحقيقة أنا اللي ما أعرفش ما يثمنك وأنا آسف وهذا راسك وأبوسك حسن يا سيف لحسن تجرحني باسمك الله اجرحك باسمي الله الظالمة الحين تقعدين عند الحج والد الله اشتعوا ما يخالف ما يخالف على راسك بس ارجوك ارجوك لا تتحركي فيه أرجوك خليني أشوف شغل أنا ريال أحب الجد وأحب الشغل وبس وهذا راسي دور ثاني يا بوسة Thank you.